أجواء ربيعية في أرمينيا. أنصحكم اللي راح يشوف هذا الفيديو خلي يشتغل الأجواء الطيبة اللطيفة ويزور أرمينيا. نحن أمام نصب الأم أرمينيا، كل سواحنا زاروا هذه المنطقة. هسه نقدر هنا حاطين الناظور، ممكن تخلي العملة هنا 200 درام أو 500 درام وترصد المنطقة. طبعا أمامنا جبال أرارات، الجبل الذي رشق عليه سفينة النبي نوح عليه السلام. حلو. ننتظركم في أرمينيا، اتصلوا بأرارات للسياحة على الرقم المعروض على الشاشة. تحياتنا. وهذه هنا مدينة الملاهي وأجواء ربيعية لطيفة جدا للي يحبون السياحة وزيارة أرمينيا.